السلام عليكم. النهارده هنشوف دور لعبه كابتن احمد عدلي في اولمبياد الشطرنج الاخير اونلاين في الجوله 7 ضد لاعب صيني اسمه شونغ شينغ زينغ. الاسم طبعا غريب شويه، والجراند ماستر ده جراند ماستر تقييمه 2499، جراند ماستر قوي وبيلعب على chess.com باستمرار تحت اسم لونلي زين، فاللي حابب يدور عليه ممكن يلاقيه ويشوف أدواره هناك. والظاهر إن الدور ده خلى الجراند ماستر الصيني عنده حالة اكتئاب فسمى نفسه الاسم ده. فهنشوف الدور. الكابتن أحمد لعب NF3 ورد عليه اللاعب الصيني D5، شكل من أشكال ريتي. دخل الكابتن أحمد G3 ND7، والفكرة منها طبعا ان هو بيحاول يمنع نقطة الحصان في E5. لعب كابتن احمد D4 B5، والفكرة منها ان هو بيحاول ينشر فيلو الموجود على C8 في B7، ويحاول ان هو يعادل الفيل اللي هيتنشر عند الابيض في G2. لعب كابتن احمد بيشوب G2، لعب الصيني NF6، وهنا كابتن احمد حاول ان هو يغير، فلعب A4، والفكرة منها ان انت ما عندكش فكرة A6، لانه طبعا لو لعبت A6 الابيض بياخد على المربع اللي هو B5، ما بتقدرش طبعا تاخد لانه الرخ اللي ورا في A8 ببلاش. فاضطر اللاعب الصيني ان هو يلعب B4، مفيش غيرها. ولعب الكابتن احمد على طول C4 هنا، والفكرة منها انك انت لو بتاخد زي ما حصل في المباراة انا بنشر قطعة على حسابك وضيعت الوقت عليك. رد اللاعب الصيني E6 بيحاول ان هو يكمل انتشاره، وبيحاول ان هو يحط بيده على المربعات البيضة ويقوي السنتر عنده. فلعب الكابتن احمد تبييت، لعب الصيني بيشوب E7 Ne5 من كابتن أحمد، وهو بيحاول هنا إن هو ينط في المربع C6 علشان ياخد الفيل الأسود النشيط. فاللاعب الصيني طبعا ما عندوش اختيار، فاضطر ياخد. أخد الكابتن أحمد واضطر برضو إن هو يرجع Nd7. طبعا الموقف بتاع الأسود هنا بيتدور نقلة بعد نقلة، ومن الواضح ان الكابتن احمد محضر اللاين ده كويس. لعب هنا الكابتن احمد E4، نقلة قوية برضو، بيحاول تضرب البيضة اللي على D5 وتدمر الوسط بتاع الاسود وتفتح للفيل اللي في G2. اضطر طبعا اللاعب الصيني ان هو يلعب C6، لانه بيحاول ان هو يدافع عن الوسط بتاعه. فلو واحد سألني طب لو أخد إيه التفريق اللي ممكن الأبيض يلعبه هنا، فطبعا عندنا نقلة QG4، نقلة قوية جدا بتمنع الأسود إن هو يبيض بسبب التهديد بتاع بيشوب C1 في H6 وتاخد الفرق أو عايز مات. طبعا موقف صعب، فبيضطر ساعتها الأسود إن هو يلعب King F8، وبتلعب أنت كأبيض روك D1. طبعا قطع الاسود سيئة جدا ومش ملك ومش مبيت، وطبعا البيضة اللي موجود في E4 هيتاخد في اي لحظة. علشان كل التعقيدات دي اللاعب الصيني حاول يدافع عن موقفه ولعب C6. لعب الكابتن احمد E takes D5 C takes D5، وهنا لعب الكابتن احمد Qg4 بالفكرة اللي احنا قلناها. فاضطر اللاعب الصيني ان هو يلعب G6 لان دي يمكن النقلة الوحيدة، مفيش نقلات تانية. فلعب هنا كابتن احمد نقلة فنية، بيشوب H6 بيمنع الاسود من التبييض، وبيحاول يلعب على نقطة ضعف الاسود وهي انه المربعات السوداء عنده سيئة جدا. اللاعب الصيني اضطر ياخد على E5 لان دي النقلة الوحيدة اللي متاحة. لعب الكابتن احمد هنا QE2، و اضطر اللاعب الصيني ان هو يلعب Nc6. لعب الكابتن احمد روك A D1، بيحاول ان هو يضحي
على المربع اللي موجود في دي 5. فاللاعب الصيني مثلا لو كان لعب بيشوف دي 7، هلعب انا ساعتها روك اف اي 1، ولا افترضنا ان هو لعب روك بي 8، هضحي هتاخد وهاخد بالفيل. وطبعا الموقف سيء جدا، وزي ما احنا شايفين كل قطع الاسود مربوطة، وانا بهدد دلوقتي ان انا هاخد الحصان اللي موجود في سي 6، ومش هتقدر تاخد بالفيل لانه مربوط وراه. فطبعا موقف الاسود صعب جدا، فعشان كده اللاعب الصيني عشان يتجنب كل ده لعب ان بي 4، ورد عليه كابتن احمد روك اف اي 1. وطبعا موقف الاسود عمال بيزداد سوء، لعب بيشوب اي 6 على اساس ان هو يحاول ينشر قطعه شوية، ولكن من الواضح ان كل نقلة بيعملها بتبقى اسوأ من اللي قبلها. رد عليه كابتن احمد مباشرة كيو اي 5، بيشوب اف 6 بيدافع عن الرخ، لعب الكابتن احمد كيو اف 4، وزي ما احنا شايفين الموقف ملتهب جدا، وملك الاسود مش مبيت، والبيادق اللي موجودة عنده في دي 5 و اي 6 بيادق ضعيفة لانها مربوطة كلها وراها قطع، ومفيش اي لعب ولا كوردينيشن في قطع الاسود. فطبعا الموقف ضايع خالص، فاضطر اللاعب الصيني ان هو يلعب كوين اي 7، لانه طبعا الوزير مربوط بيحاول يدافع عن الفيل اللي موجود في اف 6، وحتى هذا الفيل هو يعني القطعة الوحيدة اللي بتلعب وملهاش مكان برضه. أخد الكابتن أحمد ان دي 5 ان دي 5، ورد عليه اللاعب الصيني ان دي 5، خد كابتن أحمد بيشوب تيكس دي 5، والنقلة الوحيدة اللي فاضلة هي روك سي 8. مفيش حاجة تانية تقدر تلعبها كأسود، روك سي 1. وبعدين كان الكمبيوتر هنا بيقترح كوين اف 3 ان هي افضل نقلة، ولكن برضو الكابتن احمد لعب نقلة حلوة، فاضطر اللاعب الصيني ياخد روك تيكس سي 1، روك تيكس سي 1. وطبعا التهديدات اللي عند الابيض تهديدات مرعبة، فمثلا لو فكر ياخد الفيل كش من ورا جامدة جدا، هتضطر انك انت تدافع بكوين دي 8 ونقلة روك يوان بتنهي المباراة كش. وطبعا الملك بتاعك هيضطر يمشي في دي 7، هتديله كش من اي 7 وهتاخد الفيل. موقف الاسود سيء جدا، فطبعا ديزاستر، مشكلة كبيرة ما انتش عارف تعمل ايه. فاضطر انه يرجع تاني في دي 8، وهنا الكابتن احمد خلص الدور، لعب بيشوب اف 3، لعب اللاعب الصيني بيشوب دي 4، روك سي 7، تهديد المات، اضطر ان هو يلعب اف 5 لانه مفيش اي نقلة تانية، كش جامدة جدا من سي 6، كوين دي 7، ودي النقلة الوحيدة اللي ممكن ان هو يدافع بيها عن التهديد. لو اتلعبت طبعا اللاعب الصيني سلم قبل النقلة دي، بس احنا بنحاول نشوف ايه اللي كان عند اللاعب الصيني يلعبه، فمفيش غير ان هو يضحي بوزيره. فهتنهي انت المباراة بالشكل ده، ومش هتاخد حتى الوزير، فهتلعب كوين تيكس دي 4، وهيلعب اللاعب الصيني عشان يحمي الوزير يعني فرضا بيشوب سي 8، يديله كش يجي هنا، يديله كش مات، حتى مش محتاج تاخد الوزير من كتر ما موقف الاسود سيء. دور جميل جدا، وطبعا الكابتن احمد امتعنا بادوار جميلة جدا في هذه المسابقة، وارجو ان احنا ان شاء الله نحاول نشوف برضو المشتركين بتوع القناة يتفرجوا معانا على الادوار اللي جاية، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.